كل منزل متبرع. التعويضات المادية، وهناك فريق يدعم فكرة منها ما هو موجود في جبر الضرر في العمارة والمتاحف وكذا، هذا يتعلق بأداء الانتقال. والمعلمين من مناطق أخرى انتقلوا. هو الذي يقرر بمعنى أي حتى تقول الحين الموقف هذا ما في شيء استجابة من ناحية. كان في تعويض على المباني فقط، واللي هي كانت بتقوم به وزارة الإسكان والمرافق. الحقيقة هي الورشة تأتي يعني في وقت مناسب، باعتبار أن الحكومة حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن مخرجات الحوارات السابقة واللي توجه حوار جنيف، الهدف الرئيسي لها والهدف الأول في قائمة اهتماماتها اللي هو تحقيق المصالحة الوطنية. ونحن نعرف أن تحقيق المصالحة الوطنية لا يتأتى إلا بمكملاته اللي من ضمنها جبر الضرر وتحقيق العدالة وإرساء السلام. هذه الخطوات تسبق عمليات المصالحة دائما، وحتى تحقق أهدافها. فمن الطبيعي جدا ان يكون هناك جبر للناس اللي لحقت بها اضرار وتعويض الضحايا التعويض العادل حتى نطوي هذه الصفحه وننتقل الى المصالحه الوطنيه الحقيقه بدون لجان حقيقه من ولكن يجي بعد الجبر الاخر زي شنو مثلا يعطوا اصبح في جسم بيعوض او بيجبر ضرر. حصل نزوع من مدينة درنة ومدينة بنغازي في اتجاه طبرق والبيضة وشحات ومناطق قريبة منها باعتبار كانت أكثر أمانا. خطابات الاعتذار الفردية أنتم تشوفوا الآن أمامكم اعتمدت دراسات على الميدان وحاورت. وبالنسبة لموضوع مرزق من الأساسيات هو التعويضات وجبر الضرر لكي تتم المصالحة للنازحين. ومن خلال هذا اللقاء بكم نوجه دعوة لحكومة الوحدة الوطنية أنها تدير لفتة بما أن شهر رمضان على الأبواب، أنها تشوف لموضوع مرزق وتحطه بين أعينها، لأن 40,000 نسمة بالعدد ليس الهين. أن النازحين بدت في كل مدينة بدت تعجز عن توفير أبسط مستحقاتها، أبسط متطلبات طلبات الحياة العادية. هناك بعض الحالات تحتاج تعويض مادي، أعتقد أنها هي مهمة. كما قلت أنا في البداية يجب أن احنا نشوف اللجنة، هذه لجنة مش في جبر الضرر في العدالة فقط، في وضع مثل هذه التعويضات مثلا. إيه طبعا احنا قمنا بالإيجاب بما سبق داخل بلدية مصر، وفي اللي يحتاج ل 200,000 درهم.